أصحابي الحلوين، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تسالي وحكاوي، اللي هو عبارة عن فقرتين. الفقرة الأولى اللي هي التسالي، أما الفقرة الثانية فهي الحكاوي اللي هنحكي فيها مع بعض ونتعلم أشياء مفيدة باللغة الإنجليزية. خلينا نبدأ مع بعض بأول فقرة، وهي فقرة التسالي. وكمان ما ننساش إن إحنا نرحب بصديقنا ملاك. أهلا بك مريم. أهلا بك يا ملاك في برنامجنا. شكرا شكرا، مبسوط ان انا اكون معاك النهارده. طبعا احنا كمان مبسوطين ان انت تكون معانا. شكرا مريم. اصدقائي، النهارده الكرافت بتاعنا بسيطه وسهله قوي ان احنا نعملها، لاننا بنستعمل حاجه موجوده عندنا في البيت او سهله قوي نلاقيها. خلينا مع بعض نشوف مع مريم هنعملها ازاي وايه الحاجات اللي هنستعملها. اصحابي، في الفقره دي هنستخدم الملاعق البلاستيك ونشكلها ونعمل منها اشكال جميله قوي، ممكن نلعب بيها أو نحطها كزينة أو نهديها هدية لحد بنحبه. وعلشان نعمل الأشكال الجميلة دي هنحتاج معالق بلاستيك، الألوان اللي احنا حابينها، بس أهم حاجة يكون عندنا اللون الأحمر. كمان عندنا قماش، أي قماش كمان احنا حابينه، وأي ألوان. كمان عندنا الشريط السلك، وعندنا الشريط الساتان، كمان ماركرز او الوان، ولازق بس يكون قوي. هنحتاج كمان مقص وقطر او شفرة، وكمان محتاجين خيوط صوف وقطن. اصحابي، زي ما قلت لكم ان احنا النهاردة هنستخدم المعالق البلاستيك بتاعتنا، واللي هي طبعا بتكون مستخدمة قبل كده ومش جديدة. واول حاجة هعملها هي الحشرة دي، واللي هي اسمها ليدي باج، ودي يمكن من اكتر الحشرات اللي انا بحبها علشان شكلها جميل. فدلوقتي هنبدا مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنحتاجها هي المعالق البلاستيك، فهستخدم 2 حمر وواحده بيضه او سودا. فانا اول حاجه هعملها ان انا هقص المعلقه من هنا واخلي بس الجسم بتاعها. فانا عندي قصة 2 جاهزين. شكرا يا ملاك. عفوا. طبعا لما قصينا ممكن نقص بالمقص او اي حاجة ونقص هتبقى بالشكل ده. وكمان هقص واحدة بيضة، وياريت كمان تكون سودا، بس انا ما عنديش معالق سودا، فانا استخدمت واحدة بيضة واقدر الونها. وانا كمان عندي قصاها هنا بالشكل ده. فدلوقتي الشكل بتاعنا او شكل الليدي باج بتاعتنا هتكون بالشكل ده. طبعا الاول لازم نحطهم ونتاكد ان هما بالشكل ده قبل ما نلزق، علشان طبعا ما نغلطش زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي انا هبدا ألزق، فهستخدم اللازق القوي بتاعي. وأحط هنا كده. هي طبعا سهلة قوي، مش محتاجة أي حاجة غير بس يكون عندنا المعلقة. احطها بالطريقة دي واحاول محركهاش لحد ما اللزق بتاعي ينشف، علشان لو قعدت احركها كل شوية طبعا اللزق هينشف ومش هيلزق معايا، وشكلها كمان مش هيكون مظبوط. اه بالظبط. بالنسبة يا مريم للمعلقة الحمراء دي، لو انا ما عنديش المعلقة حمراء وعندي واحدة بيضة، طبعا اكيد في اجيب لون احمر او اي دهان احمر كده والون المعلقه فيه. بالظبط يا ملاك. طبعا اوقات كتير بيبقى، معظم الوقت المعلقه بتبقى اللي عندنا بتبقى بيضه. مش ناس كتير بتجيب الملون، فكمان ممكن نلونها بالوان زي ما انا هعمل في السودا دلوقتي. يعني انا مثلا ما عنديش الاسود، فهضطر ان انا الونها. تلونيها صحيح. كمان همسك الناحيه دي كويس بالشكل ده، واحاول اخلي اللزق بتاعي ينشف شويه
قبل ما ابدا اشتغل. امسكها بس مده دقيقه مثلا. زي ما انتم شايفين بدات تبقى الشكل اللي انا عايزاه. دلوقتي اصحابي بعد ما لزقناها سبناها طبعا شويه علشان تنشف علشان نقدر نكمل. هي نشفت شويه، فانا هاخد القلم الاسود بتاعي طبعا علشان الليدي باج بيبقى اللون بتاعها اسود فاحمر، مش كده يا ملاك؟ صحيح. بس انا بسمعك يا مريم بتقولي الليدي باج على طول كده بالانجليزي. انت عارفه اسمها ايه بالعربي؟ بصراحه لا، انا اعرف اسمها بالانجليزي بس. تحب اقول لك؟ يا ريت. هي الليدي باج دي لها اسم حلو وجميل جدا بالعربي، اسمها دعسوقة. دعسوقة؟ اسمها حلو كده، انا اسمها مضحك تصدق. لا بس حلو. حلوة طبعا. دلوقتي اصحابي انا بدأت انقط باللون الاسود على الجناح بتاعها اللي هو بيبقى لونه احمر، بيبقى فيها نقط سودة كده، وكمان الجسم اللي جوه بيبقى اسود، فانا ممكن اجيب الوان والون من جوه. بس انا دلوقتي هستعمل الالوان بتاعتي. هينفع ان انا الون البلاستيك يعني، مش مشكله. بس انا اللي كنت عاملاها في الاول طبعا كنت عاملاها ملوناها عشان انا كان عندي وقت يعني ان انا اعملها، بس دلوقتي عشان حلقتنا هنضطر ان احنا نلون كده بس بالقلم. وطبعا يستحسن تلونيها بقلم اللون بتاعه ما يكونش بيطلع بسهوله. طبعا اللي انا بستخدمه ده ما بيطلعش بسهوله، احسن عشان البلاستيك بيطلع اللون بسرعه كده. فكده بقى اللي جوه. طبعا اصحابي لو انتوا حابين تعملوها انصحكم ان انتوا تلونوا الاول بالاسود علشان تبقى زي الشكل ده كده. فانا دلوقتي هلزق الراس بتاعتها، فانا هستعمل حته قطنه واكورها كده بالشكل ده والزقها هنا عند الراس. فهستخدم اللزق والزقها بالطريقه دي. هقفل اللزق بتاعي. دلوقتي اصحابي هعمل العينين، فممكن برضو بنفس القلم نعمل كده نقطة هنا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. كده الليدي باج بتاعتنا خلصت. كمان زي ما انا عاملة هنا ممكن استعمل ال مش عارفة هي اسمها ايه بالعربي، بس هي حاجة كده بتبقى متغطية زي سلك ومتغطي من بره بقماش. ده احنا بنسميه بين شريط سلك الوان ملون كده احنا. بس مش عارف اذا ليها لون تاني. فانا هعمل الشنب بالشكل ده واروح هلزقه هنا بالطريقة دي. بس انا عندي واحدة بشنب هنا، فهعمل واحدة من غير شنب. شنب دلوقتي. فأول لعبة معانا خلصت. ودلوقتي هعمل الحاجة التانية اللي هي الأشخاص الحلوين دول. فأنا عندي هنا مثلا جده وعندي هنا ممكن بنت، وكمان هنا خالته، بنت تاني، خالته، مامته، أي حاجة. فأنا هوريكم نعملها ازاي. فدلوقتي هستعمل المعالق بتاعتي، هستخدم اللون الابيض. انا دلوقتي هعمل اتنين مش تلاتة. فانا هنا الاول هرسم الوش بتاعي، فهستخدم القلم اعمل مثلا هنا عينين الطريقة دي، واستعمل اللون الاحمر. ممكن تديني يا ملايك الاعلام؟ هستعمل كمان اللون الاحمر ان انا اعمل البق دي. طبعا بق واحده ست مش كده؟ عشان كده عملتيه احمر طبعا. اعمل هنا كمان ممكن خدود كده
احاول اخترع يعني على قد ما اقدر. ممكن اعمل كمان حواجب مثلا بالشكل ده. دلوقتي يا ملايك محتاجين نلبس العروسة بتاعتنا. اكيد مش هنشيلها. فهستخدم طبعا القماش. فانا هنا عندي القماش، طبعا انا هختار اللون الاحمر بما انها بنت او اللون الاخضر، واذا كان راجل مثلا استعمل اللون الاسود. فانا هنا هعمل شكل الفستان بتاعي ان هو مثلا يكون واسع من تحت وضيق من فوق عند الرقبة. الفساتين دي دايما البنات بتحبها تلبسها على طول. كده راجل مش هيلبس فستان. ممكن جلابية زي عندنا في الصعيد. ايوه. احاول اظبط الشكل بتاعي على قد ما اقدر بالشكل ده، احطه كده واشوفه جاي عليها ولا لا، وبعدين ابدا الزق. احط شويه لزق كده، والزق الفستان بتاعي. طبعا اسيبه شويه كده ينشف، وبعدين هعمل الشعر بتاع العروسة بتاعتي. فهستخدم طبعا الخيوط، اسيبها تنشف شوية. طبعا انا هعمل الشعر بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها في حلقات قبل كده، كنا استخدمنا الخيوط كتير. فهقص طبعا، اخد حتة كده علشان اربط بيها. وياريت الربطة بتاعتي تكون في النص. بس عشان قلت الجلابية انتي، فانا دايما في الجامعة بتاعتي برا مصر ما بلبسش الجلابية، دايما بلبس قميص وبنطلون، تيشيرت وبنطلون كده يعني. فلما بروح باخد اجازة وبروح الصعيد عندنا، زي ما تقولي اتعودت كده على البنطلون والتيشيرت. فبلبس اول يوم كده بروح فيه الاجازة بنطلون وتيشيرت، اخواتي وامي يفضلوا يزعقولي ايه انت نسيت نفسك ولا احنا في الصعيد، ارجع للجلابية بتاعتك. مريحة الجلابية برضه. مريحة، كله بيلبسها هناك. ابويا كمان اوقات يعني. فانا دلوقتي بعد ما قصيت الشعر بتاعي، فهلزقه كده من ورا في المعلقه علشان من قدام يبقى شكله كده. ايه رايك يا ملايك؟ حلو، برافو عليك يا مريم. طيب دلوقتي انا كمان هزود حاجه تاني، هحط فيونكه كده. مش معقوله اسيب الفستان يعني؟ لا ما ينفعش، لازم يعني تزينيه. ممكن نستخدم اللون ده مثلا. فهربط الاول الفيونكة بتاعتي او الريبون بالطريقة دي. لو مش عارفين نربطها ممكن خلي ماما تربطها لنا. انت عارف يا ملاك فكرة المعالق دي؟ ايوه. فكرة حلوة قوي اذا تكون زينة للمطبخ. صحيح، يعني بما اننا بنستعمل المعالق في المطبخ، فزينة المطبخ تكون المعالق دي مثلا. فاذا انا اديت هدية زي كده لماما ان هي تزين بها المطبخ، هتنبسط بيها. هتنبسط بها قوي. صحيح. مش كده؟ صح. دلوقتي لزقنا الفيونكة بتاعتنا وبقى شكل الفستان احلى. وخلصنا اول واحدة من الاشخاص اللي احنا بنعملهم، وده شكلها حلوة تجنن يا مريم. ودلوقتي هنختار شكل تاني. انا هنا عملت جده، هو بس في جد واحد بس، انا هعمل بنت تاني في العيلة بتاعتنا دي. فكمان هستخدم، ممكن دلوقتي اعمل العينين زرقاء مثلا بدل سودة،
نحاول نغير شوية ان تبقى اشخاص مختلفة. يعني كده انت رسمت واحدة اجنبية كده. اجنبية اجنبية مش مشكلة، في مصريين برضو وعرب كتير زرق. يعني مش لازم مصريين عينهم زرقاء ولا ايه؟ صحيح. طيب كمان نعمل البق باللون الاحمر، مينفعش البق يبقى ازرق مثلا كده. ممكن اعمل مناخير صغيرة هنا بالشكل ده، وبعدين هعمل الفستان بتاعي كمان. ودلوقتي انا هختار اللون الاخضر اعمل بيه. ممكن نغير في شكل الفستان كمان، نقطع شوية. ممكن اخليه بالشكل ده وابدأ ألزق الفستان بتاعي، احطه كده في الحتة الفاضية دي عشان اتأكد ان هو لزق كويس. طيب دلوقتي بقى هنحط الشعر، طبعا مش هنسيبها قرعة كده. فانا هنا عملت زي اللي احنا عملناها بنفس الطريقة بالظبط، بس انا هنا عملت ابيض واسود في نفس الوقت، ان هي ممكن تكون ماما مثلا عندها شويه شعر بيض كده وشويه شعر سود. وهنلزق الشعر بتاعنا بنفس الطريقه اللي عملناها في الاول بالظبط. يعني شوفي يا مريم من ورا كده. ايوه ملاك، بس من معلقه بلاستيك معظم الناس بتاكل بيها وبترميها. طبعا ممكن نستعملها ونعمل بيها اشكال كتير مختلفه. ودي طبعا هيبقى شكلها حلو قوي، ان احنا زي ما قلت لاصحابي ان احنا نخليها زينه مثلا في اوضتنا عادي، وكمان احسن ان احنا نحطها في المطبخ لان هي ليها علاقه بالمطبخ. شكلها جميل، ما اقولكمش ماما هتتبسط قد ايه لما تديها لها. فدلوقتي كمان ممكن نعمل ريبون بس بلون تاني، نحاول نغير. ولو ما عندناش الشريط ممكن نستعمل اي شريط، يعني مش مشكله. نربطها بالطريقه دي. ونحاول نظبطها كده عشان يبقى شكلها حلو. اهم حاجه واحنا بنعمل اي حاجه لازم نكون منظمين. صحيح طبعا، في المدرسه، في البيت، في طريقه تنظيم الشنطه بتاعه المدرسه، في كل حاجه نخلي كل حاجه مرتبه كده. النظام طبعا حلو، باين كده ان انت نظيف مرتب. طيب دلوقتي هنلزق، ودي اخر خطوه معانا. حط حته كده صغيره. ايه رايك يا ملاك نلزقها في النص كده، في نص الفستان؟ حلو، هالتغيير تغيير يعني. صحيح، فهنلزقها كده هنا. شكلها جميل كمان. طبعا نسيبها شويه علشان تنشف. وده اصحابي الشكل النهائي للعرايس بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تقدروا تعملوها في البيت لانها سهله جدا ومش مكلفه كمان. ودلوقتي اصحابي بتمنى تكونوا استفدتوا من فقرتنا النهارده، ودلوقتي هنروح للفقره الثانيه من حلقتنا وهي فقره الحكاوي. استنونا بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تاني اصحابي الحلوين في برنامجكم تسالي وحكاوي، في الفقرة التانية من حلقتنا اليوم وهي فقرة الحكاوي اللي هنتعلم فيها مع بعض قصة حلوة ومفيدة باللغة الإنجليزية، وكمان هنتعلم بعض الكلمات الإنجليزية ومعناها بالعربي. فأول حاجة هنبدأ بيها فقرتنا هي القصة بتاعتنا واللي بتحكي عن الكلب وظله، أو The Dog and His Reflection. Once upon a time
A dog found a piece of meat and decided to carry it home in his mouth to eat it in peace. After a while, he came across a stream and ran beside it. As the dog walked along, he looked down at the water and then stopped in surprise. And there was another dog with a piece of meat looking up at him from the water. The dog had no idea it was his own reflection. His only thought was that he had to have the other piece of meat too. He barked at the dog in the water. But as he opened his mouth, he dropped the meat. It fell into the stream and sank. بحب أشكر صديقتي مريم على قراءة القصة. شكرا مريم، كانت قصة جميلة. ودلوقتي يا أصحابي، زي ما احنا دايما متعودين، بعد ما نقرأ القصة كلها بالإنجليزي بنرجع بنقراها تاني جملة جملة بالإنجليزي وبنترجمها بالعربي. يلا بينا نقرأ القصة مع بعض. Once upon a time, a dog found a piece of meat. في مرة من الأيام كان في كلب ولقى قطعة من اللحم. And decided to carry it home in his mouth to eat in peace. وقرر إن هو يحملها لحد البيت في بقه علشان ياكلها في سلام. After a while, he came across a stream and ran beside it. وبعد شوية لقى مجرى مية وجري من ناحيته. As the dog walked along, he looked down at the water. ولما كان الكلب ماشي بص على المية، بص تحت كده على المية. Then stopped in surprise. وبعدين وقف وكان متفاجئ جدا. There was another dog with a piece of meat looking up at him from the water. وكان في كلب تاني كمان معاه حتة لحمة وباصص عليه كده من فوق من المية. The dog had no idea it was his own reflection. والكلب طبعا ما كانش عنده أي فكرة إن ده كان الظل بتاعه. His only thought was that he had to have the other piece of meat too. وكان تفكيره الوحيد هو إنه يكون عنده القطعة التانية من اللحمة. He barked at the dog in the water. فهو نبه على الكلب اللي كان شايفه في المية. But as he opened his mouth, he dropped the meat. فلما فتح بقه وقع حتة اللحمة. It fell into the stream and sank. فوقعت في المية وغطست. أصحابي، في درس مهم قوي نقدر نتعلمه من قصة النهاردة. احنا طبعا عارفين ان بابا يسوع ما بيحبش الطمع أبدا، وكمان مش عايزين نكون طمعين، زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس في العبرانيين 13:5: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. وكمان في لوقا 12:15 بتقول: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. أصحابي، الطمع مش لازم يكون بالمال أو الفلوس، ولكن ممكن يكون في أي حاجة تاني زي الأكل مثلا. لازم دايما نكون مكتفين بالشيء اللي معانا، ودايما نقول الحمد لله على أي حاجة ربنا بيديها لنا مهما كانت صغيرة. ولازم دايما نفكر إن في ناس كتير عندها أقل من اللي عندنا، وإننا عايشين أحسن من غيرنا بكتير. فأصحابي، القناعة شيء مهم جدا لازم يكون موجود في حياتنا. ودلوقتي يا أصدقائي، زي ما احنا دايما متعودين، بعد ما نقرأ القصة بالإنجليزي ونترجمها بالعربي، أنا ومريم صاحبتي اخترنا شوية كلمات بالإنجليزي وترجمناهم بالعربي. يلا بينا نتعلم الكلمات دي مع بعض. أول كلمة معانا أصحابي هي dog. dog يعني كلب. نقولها مرة تاني: dog. dog يعني كلب. وتاني كلمة peace. peace يعني قطعة. تاني: peace معناها قطعة. reflection. reflection يعني ظل. نقولها مرة تاني مع بعض: reflection. reflection معناها ظل. drop. drop معناها يسقط. drop يسقط. sank.
سانك يعني غطس. نقول الكلمة تاني، سانك. سانك يعني غطس. ماوث، ماوث يعني فم. ماوث يعني فم. ميت، ميت يعني لحمة. لحمة يعني ميت. ستريم، ستريم معناها مجرى أو نهر صغير. ستريم معناها مجرى أو نهر صغير. decide، decide يعني يقرر. نقولها مرة تاني، decide، decide يعني يقرر. peace، peace معناها سلام. مرة تاني، peace معناها سلام. وآخر كلمة معانا أصحابي هي carry. carry يعني يحمل. نقولها مرة تاني، carry. carry يعني يحمل. أصحابي استمتعنا بوجودنا معاكم النهاردة في برنامج تسالي وحكاوي. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج تسالي وحكاوي. باي باي.